وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. نرحب بك سعادة الوزيرة معنا في نشرة الثامنة، واليوم تشهد العلاقات البحرينية الصينية المزيد من التقدم في مختلف المجالات بما فيها المجال السياحي. كيف تعمل وزارة السياحة لتطوير العلاقات في هذا المجال؟ مساكم الله بالخير وشاكرة لكم هذه الاستضافة. طبعا احنا نشيد بالانجازات اللي تحققت في اطار تعزيز العلاقات البحرينيه الصينيه اللي ساهمت في تعزيز التعاون الوثيق بين البلدين والخروج بخطط عمل مشتركه. ونذكر في هذا السياق ايضا مشاركه جلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه في الدوره العاشره للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي اللي انعقد مؤخرا في العاصمة الصينية بكين، واللي كان دليل على حرص مملكة البحرين واهتمامها الكبير برفع مستويات التقارب والتنسيق المثمر مع الصين على كافة المستويات. طبعا احنا متأكدين ان مثل هذه المشاركات والزيارات على المستوى الحكومي لها أهمية قصوى في استمرار نجاح العلاقات البحرينية الصينية، وايضا توسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات سواء كانت الاقتصادية التجارية السياحية ام الثقافية. طبعا ايضا تجسد حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين في تدشين شركة طيران الخليج لرحلات مباشرة إلى كل من مدينتي غوانزو وشنغهاي تزامنا مع زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين، وأيضا طبعا مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وهذه أمانة خطوة لها أهمية كبرى، خصوصا أن السوق الصيني يعتبر من أبرز الأسواق المستهدفة ضمن استراتيجية السياحة للأعوام 2022-2026، لما يحتويه من فرص سياحية واعدة لمملكة البحرين وللمنطقة ككل كذلك. احنا حاليا في وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض نعمل على دراسة اهتمامات السائح الصيني والاطلاع على الثقافات والعادات الصينية بهدف استقطاب عدد اكبر من زوار صينيين. ويمكن من ابرز الامور اللي بدينا العمل عليها مؤخرا هو مع الشراكات الوثيقة اللي قمنا فيها مع مكاتب سياحية في الصين لترويج لمملكة البحرين في السوق الصيني. وأقمنا مؤخرا ورشة عمل لأكثر من 100 وكالة سفريات ومدراء ووجهات سياحية ومؤسسات فندقية في البحرين للتعرف على السوق الصيني وأيضا احتياجات السياح الصينيين. وفي هذا السياق أيضا أود أن أشير أن مساعي وزارة السياحة في جذب السياح الصينيين ليست موجهة فقط إلى تعزيز وإبراز مكانة البحرين كوجهة سياحية مميزة، بل أيضا تستهدف هذه الجهود ترويج للمنطقة العربية ككل. فالهدف هو أن تصبح مملكة البحرين مركز إقليمي لاستقبال السياح الصينيين، بحيث يتخذونها نقطة انطلاق لزيارة الدول العربية المجاورة والمنطقة ككل قبل العودة إلى الصين. نعم سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، شكرا جزيلا لك.